التخطيط الصناعي. سنتعلم اليوم أولاً أهداف التخطيط الصناعي، ثانياً التوطن الصناعي، ثالثاً العوامل التي تحدد موقع الصناعة. التخطيط الصناعي: تمثل الصناعة مقياساً هاماً من مقاييس التطور الاقتصادي لأهمية الصناعة ودورها الكبير في الاقتصاد لأي دولة، فهي تخلق فرصاً عديدة للعمل إلى جانب أرباحها الكبيرة مقارنة بأرباح الزراعة مثلاً، إضافة إلى توفير الكثير من المنتجات التي تقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية. ولعل من أهم أهداف التخطيط الصناعي: أولاً توطين الصناعة باختيار مواقع للمراكز الصناعية تتفق فيها الظروف وإمكانيات الموقع مع طبيعة الصناعة وخصائصها. ثانياً تحسين نوعية الإنتاج الصناعي بتحديث الأساليب الصناعية ورفع مستوى الكفاءة الفنية للأيدي العاملة واستخدام مواد خام جديدة وتوفير كافة متطلبات الصناعة. ثالثاً زيادة الإنتاج الصناعي بإضافة خطوط إنتاجية جديدة في منشآت صناعية موجودة بالفعل أو التوسع في إقامة منشآت صناعية في أقاليم متفرقة. التوطن الصناعي: يعتبر موضوع التوطن من الموضوعات الهامة في التخطيط الإقليمي والتي تحظى باهتمام متزايد من قبل الاقتصاديين، نظراً لما يترتب على عدم التوطن الصناعي السليم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي. ولا شك في أن التوزيع الإقليمي السيء للصناعات يعرقل عملية التنمية العادلة في الدولة. قياس التوطن الصناعي أي تركز الصناعة: الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في قياس التوطن الصناعي: القيمة المضافة، إجمالي قيمة أجور العمال، عدد ساعات عمل العمال في الصناعة، عدد العاملين في الصناعة، جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة. يمكن قياس درجة التوطن الصناعي بأحد الطرق التالية: أولاً طريقة حساب النسبة المئوية لعدد العاملين بالصناعة في إقليم معين إلى جملة العاملين بالصناعة في الدولة، فكلما ارتفعت نسبة العاملين الصناعيين بالإقليم إلى العاملين الصناعيين في الدولة ككل دل ذلك على أهمية الصناعة في الإقليم وتوطنها. درجة التوطن الصناعي يساوي عدد العاملين في صناعة ما في الإقليم على عدد العاملين في نفس الصناعة في الدولة مضروبا بمئة. ثانيا طريقة نسبة العاملين بصناعة في إقليم إلى إجمالي العاملين بالصناعات المختلفة في نفس الإقليم. إذا زادت نسبة العاملين في صناعة معينة في الإقليم إلى إجمالي عدد العاملين بالصناعات المختلفة في الإقليم نفسه عن 60% إلى 30% فهذا يعني وجود شكل من التركز الصناعي. أما إذا انخفضت النسبة عن 30% فهناك تواجد صناعي ليس إلا. وتختلف درجة توطن الصناعة من مكان لآخر داخل الإقليم أو من إقليم لآخر في الدولة حسب ما يلي: مدى توفر الإمكانيات المختلفة التي تحتاج إليها الصناعة، طبيعة الصناعة المخطط لإنشائها، العوامل التي تحدد موقع الصناعة. أولاً المواد الخام: من الأسس الهامة للصناعات التحويلية، تلك الصناعات التي تحول شكل المواد الخام أو بعضها من صورتها الخام الطبيعية إلى صور أخرى أكثر تطوراً. ثانياً مصادر الطاقة، وتنقسم مصادر الطاقة إلى نوعين: مصادر طاقة متجددة لا تنضب كالطاقة المائية والشمسية والهوائية، مصادر قابلة للنضوب غير متجددة كالفحم والبترول والغاز الطبيعي. ثالثاً الأيدي العاملة، يتمثل تأثير هذا العامل في تحديد موقع الصناعة في أمور ثلاثة هي: أولاً مدى توافر المهارة الفنية في الأيدي العاملة، ثانياً مدى التوافر الكمي للأيدي العاملة، ثالثاً تكاليف الأيدي العاملة وتباينها بين الأقاليم. رابعاً الأسواق، تختلف الأسواق من إقليم لآخر تبعاً للعوامل التالية: أولاً عدد السكان الذي يحدد حجم السوق وقدرته، ثانياً مستوى المعيشة الذي يحدد القدرة الشرائية ومستوى الإنفاق العام، ثالثاً مدى تقدم الصناعة وخصائصها العامة ومدى انتشارها. الملخص: التخطيط الصناعي، أهداف التخطيط الصناعي: توطين الصناعة، تحسين الإنتاج، زيادة الإنتاج. التوطن الصناعي: التوزيع الإقليمي السيء للصناعات يعرقل عملية التنمية العادلة في الدولة.
العوامل التي تحدد موقع الصناعة: المواد الخام، مصادر الطاقة، الأيدي العاملة، الأسواق.